سيد فاضل، عرف ما يأتي الإصلاح الأمني. قبل لا أجاوبك، يعني الجرائم الأكثر محافظات اللي تحت المرتبة الصدارة حسب إحصائية الجهاز الأمن الوطني، محافظة كركوك تحت المرتبة الصدارة، تليها بابل ثم الرصافة ثم الكرخ ثم كربلاء ثم ديالة ثم النجف ثم بغداد، العفو نينوى أخير يعني فقرة. طبعا الإصلاح الأمني هو الإصلاح الذي يتلائم مع حجم التحديات التي تواجه العراق وتواجه العالم برمته وليس فقط العراق، وهي عملية التطور الأمني ومواكبة جميع الجماعات المتطرفة والجماعات الأصابات المنظمة. ودعني أقول لك الآن الأصابات المنظمة هي الأخطر، لأنها تقوم بعملية أبدية على مستوى عال، وهي تستعين بخبرات قد تكون الخبرات أوروبية وقد تكون من جنوب أفريقيا، كما فعل داعش حينما انتدب لأعماله مهندسون من قبل أفريقيا، وهؤلاء نجحوا في أن يوجدوا أو يستحدثوا مواقع إلكترونية للتنظيم نجحت في بث الدعاية والإشاعة والإعلان. أسماء محمد زوجة الإرهابي البغدادي، تعريفك لها شنو؟ يعني أسماء، شوف هي أسراء وأسماء وسجاء. سجاء الدليمي اعتقلت وتم إطلاق سراحها لأنها كانت لم تكن مذنبة، وهي الآن تعمل خارج العراق في أحد الدول في لبنان. يعني إيش تعمل؟ يعني مواطنة عادية، مواطنة عادية، عمل عادي، صاحبة محل كوافير الآن. هي أسماء يعني امرأة حقيقة تملك لغة عالية ونحو وصرف وبلاغة، وتحاول أن تبرز نفسها كملك وإنها مظلومة أو جبرت، وأظهرت البغدادي كشخص نزق ومراهق، وكل ألقت جميع التهم التي في خانتها من ظلمها للإيزيديات، وهي كانت مشتركة بشكل فاعل بما يتعلق بالناجيات وليس السبايا، الناجيات من بناتنا الإيزيديات، وهي كانت تستخدمهن استخدام قاهر واستخدام ظالم وجبار، كانت تضربهن وكانت تجبرهن على أعمال. والدليل أن ابنة أميمة يعني كانت تقول أن والدي كان قبل أن يعني يهجع إلى منامه مخدعه كان يقتسم كأنما بالأزلام، وكان يختار بالقرعة أي يعني في أي يوم يبات. ابنته تقول هذا الكلام، فكيف بحقيقة الأمر؟ مسودة قانون جرائم المعلوماتية، يعني هذه المسودة ماضية على قدم وساق. السيد السوداني، طبعا السيد السوداني يعني فعل عمليات كثيرة، الجانب الأمني اهتم باهتمام بالغ، الجانب الخدمي يعني بدأ بتحسين الطاقة، تحسين الصحة، تحسين مفردات البطاقة التموينية. يعني اليوم هناك اكتفاء بالبطاقة التموينية والسلة الغذائية، وأعتقد أنه حتى صعود الدولار لم يؤثر على مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية، بدليل أن المواد الأربعة اللي هي الطحين والسمن والسكر والمادة الرابعة أعتقد الرز أيضا لم تتأثر بارتفاع وتباين سعر الدولار. وأعتقد اليوم هذه الأيام نشهد منذ أسبوع خلال يومنا هذا انخفاضا نسبيا، وأنا مع الانخفاض التدريجي للدولار، أعتقد الأمور ماضية بهذا الاتجاه. على ذكر السلة الغذائية والتعامل، حتى بعض مصارفنا ذكر الدكتور يوسف عن أنه المصارف الأهلية العربية أو غير العراقية التي تعمل في العراق استعانت بمهندسين سبرانيين من خارج البلد. هذا يبدو لنا أن بعض المصارف غير العراقية بدأت تأخذ دورا أكبر من دور المصارف العراقية، باعتبار أن مصارفنا يسلط عليها ضغط هائل أستاذ كريم. العقوبات أو المصارف الأهلية في العراق هي تعتبر العصب الوطني للاقتصاد العراقي، وأكثر من 26 مصرف في العراق تم استهدافه، وهذا من يستهدف بنك وطني وبنك محلي وبنك عراقي ويترك بنك عربي أو أجنبي أو دولي يعمل داخل العراق، هنا نرسم علامات تعجب. لذلك المصارف الأهلية العراقية يجب دعمها بكل ما كان، والسيد السوداني ماضي باتجاه حلحلة العقوبات الظالمة، عقوبات الخزانة الأمريكية إثر وشايات من أشخاص هم لا يملكون حس وطني. وأعتقد أن المصارف الأهلية مصارف داعمة لعصب الاقتصاد العراقي، البنك المركزي هو المظلة الدستورية والقانونية، وجميع هذه المصارف تعمل تحت عناية ورعاية ورقابة البنك المركزي، وإذا كان هناك خرق لهذه المصارف الأهلية فمن باب أولى البنك المركزي هو الذي يقوم بتنبيهها إن وجد تنبيه. لذلك نعم هناك يعني بعض المصارف التي لا تتخطى نصف أصابع اليد الواحدة، فالمصارف العراقية مصارف حقيقة نستطيع أن نتباهى بها لأن رأس مالها كثير ولأنها تقوم بخدمات كبيرة.
يعني لدينا مصرف الجنوب مصرف كبير ومصرف نقي يعمل بنقاء، مصرف الاتحاد كذلك، مصارف كثيرة لدينا في العراق تعمل بجدية ونظافة عالية جدا، وهي تعمل تحت النزاهة وتحت القضاء وتحت البنك المركزي. صح أو خطأ الرضوخ لمطالب المبتز خوفا من الفضيحة أحد أسباب انتشار هذه الجرائم. نعم صحيح، الرضوخ لهذا وهذا أكبر خطأ فادح. ارتفاع حالات الابتزاز الإلكتروني مرتبط بزيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. بزيادة سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وليس زيادة. حجب تطبيق تيك توك بناء على طلب وزارة الاتصالات له مردود إيجابي على الوضع الاجتماعي. أنا مع تقنين الحجب وليس الحجب برمتي، لأن هناك بالتيك توك هناك منافع كثيرة، فالحجب قد يؤدي إلى الانجذاب نحوه لا بل التوجه إلى بطيف أوسع. قال الدكتور يوسف ما احنا نروح احجب ماكو هيك شيء. ايوه انا قلت تقنين على الفي بي ان وانتهى الموضوع. اي تقنين ماكو شيء اسمه حجب، انا معك لازم تقنينة. نجد طريقه اخرى للتعامل مع هذا الموضوع. استاذ كريم يجي واحد يبغضك عنده عداوه عنده شحناء معك او عنده مع الوخاد او مع الاخوه يجي يسوي له عليك ملف وكامل وفرض فراء وتخلصات. بس اخلص هذا يعني هسه مال ورقه الامتحان عندي سؤال لكم جميعا لحضراتكم، شلون تتعامل الدوله برايكم مع هذا الملف ملف الابتزاز؟ انت قلت جنابك اذا احكي شوي راح يستهدفني، طبعا من حقك انت يعني تضع علامات استفهام او تخوف من هاي القصه، انت رجل محترم من عائله كريمه محترمه وقبيله يعني شار لها بالبنان، ما تريد احد يستهدف، عندك اطفال عندك اولاد عندك ابناء اخ اخوان كذا، ما تريد احد يستهدفك ويسيلك، انت رجل ماشي طول حياتك مستقيم ووطني يعني ومعظم الشعب العراقي كذلك، ما نقبل عمي ليش هذا يحكي علينا؟ استاذ كريم احد الضباط دفع فلوس لاحد المبتزين اراد يخلص لحيته عمه على اصطلاحنا الدارج في وقت ما قبل حوالي 5-7 سنوات اراد يخلص لحيته، الان اتهم انه هو معهم، القصد انه خلط الاوراق بهذه الطريقه خلى اولاد السوء ما اقول اصحاب السوء يغطوا بجرائمهم تلك على الابرياء، لذلك اعتقد ينبغي الفرز بذلك. عدم تشريع قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه زاد من ارتكابها. نعم التاخر في عدم تشريع زاد في ارتكابها، واذا ترك القطع لغفى ونام، قطعا هذا صحيح. املأ الفراغات، اكثر دوافع ارتكاب جرائم الابتزاز الالكتروني هي الماديه طبعا تحت المرتبه الصداره. يمكن مواجهه الابتزاز الالكتروني من خلال التحصين وعدم الخضوع الى المهكرين وعدم الاستجابه للمبتز وعدم التصعيد مع المبتز والتوجه بصورة عاجلة للجهات المعنية، لأن توجهها وشكوى ستعامل بسرية تامة بل والحفاظ عليه حتى بعيد عن سمعة عشيرته وأهله. أنا أدعو يعني ومن خلالك ومن خلال البرنامج أنه كل الجهات الأمنية تتعامل مع عملية الابتزاز مثل الشرطة المجتمعية. الشرطة المجتمعية بناء على اتصال وأدلة تبعث، لأنه حتى نحافظ يعني كثير صحيح. من بناتنا محافظات و تصير نعم. إشكالية معينة حتى لا يتمادون. استاذ كريم ابنية مطلقة صغيرة بالسن جابتها احد الاخوات الاعلاميات، مبتسها واحد من اقصى المدينة، هي بيتهم بغداد، مبتسها واحد باحد اطراف مدينة البصرة، قالها انا ما متزوج وقالها انا ضابط، وطبعا هي في لحظة ضعف ومصورت لو كذا، جهاز الامن القى القبض عليه، لقى اولا يشرب مخدرات يتعاطى، ولقاه جندي وليس ضابط، ولقاه متزوج عنده 4 أولاد وبأطرف أبعد مدينة بالبصرة ابتز هاي البنية، لذلك على بناتنا على شاباتنا أن لا يخشين، ترى ماكو أي حتى أهلشن يعني هذا تبدين هم يعرفون ستعامل كل اتصالاتشن وشكواتشن بسرية تامة كما حدث مع الشرطة المجتمعية. واحدة من القضايا أستاذ كريم يعني أحد الأخوة الإعلاميين اتصل بي وقال لي أكو عائلة قرروا بكلهم الانتحار بسبب التهديد بالابتزاز الالكتروني، عائله باكملها قرروا ينتحرون كلهم، فقدرنا نوصل لهم وقدرنا نحل الموضوع، فاحنا ندعو يعني وصلت للمبتز قصدك؟ اي وصلنا للمبتز. في بغداد كان؟ كان في احدى المحافظات. اخطر عمليه للابتزاز الالكتروني سيد فاضل هي على حد علمك؟ طبعا عمليه انا باعتقادي اخطر عمليه ابتزاز هي الابتزاز، يقع انواع يعني ابتزاز المناصب ذوي المناصب دون وجه حق، وابتزاز الشيوخ العشائر، وابتزاز التجار، وهو هذا خطر جدا يمثل تهديم للبنيه التحتيه التجاريه الاقتصاديه العراقيه، لكن انا في رايي هو ابتزاز الجنسي هو الاخطر، وحتى انا في هم يعني الاجهزه الامنيه صنفت الابتزاز المادي والاخطر، لا الابتزاز الجنسي والاخطر، لان هذا يملك صور يهدد فتاة لا ليست لديها ثقافة بالسوشيال ميديا. صحيح. وطبعا بمناسبة السيد رئيس الوزراء ألف لجنة عليا
للأمن السبراني، عليها الأخ زميلنا الأخ الدكتور خالد اليعقوبي، وطبعا تواصل مع كل الوزارات، وأعتقد أنه سيكون في كل وزارة قسم للأمن السبراني. الأمن السبراني هو اللي سيكون متحكم في الحقبة المقبلة، أقصد متحكم من حيث التقنية والتكنيشن. واضح.